أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. يقول ما المقصود بقوله أعنتكم؟ أتعبكم، العنت معناه التعب. وسبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تحرجوا من أموال اليتامى فصاروا يعزلون طعامهم، يجعلون طعامهم على حدة، طعام اليتامى على حدة، ولا يأكلون معهم خوفا من هذه الآيات. الله جل وعلا فرج عنهم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوان، تخلطون طعامهم مع طعامكم وتأكلون جميع لا بأس بذلك، ولو شاء الله لأعنتكم يعني أتعبكم، والله لا يريد لكم العنت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.